الشاب الذي يتجه إلى الاستقامة وهو شاب فليبشر بالخير، وليعلم أن الله قد أنعم عليه بنعمة من أعظم النعم، فإن ربنا سبحانه وتعالى يعجب من الشاب ليست له صبوة، والشاب الذي نشأ في طاعة الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فليحمد الله وليعلم عظم هذه النعمة حتى لا يفرط فيها، وليجاهد نفسه وأقرانه حتى يثبت على الاستقامة. وأوصيه بمصاحبة القرآن، أن يجعل له ورداً في كل يوم لا يفرط فيه، يقرأ فيه القرآن، وما أجمل أن يخصص من وقته جزءاً ليحفظ القرآن. وأنا أقول دائماً يا إخوة، القرآن كلام الله فهو خير الكلام، فاجعلوا لخير الكلام خير أوقاتكم.